أسعد الله أوقاتكم أصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناة The Future Coin وقناة BTC World لعالم البيتكوين. فيديو جديد على قناتنا، القناة مهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. طبعا أصدقائي هذا فيديو مهم جدا، راح أتكلم فيه عن عملة تيرا لونا وتيرا لونا كلاسيك. طبعا في أخبار سلبية على العملتين، طبعا يوم مهم جدا للبيتكوين، يا إما بيكون صعود قوي أو هبوط قوي للبيتكوين. طبعا ما بنبلش الفيديو اصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، وبتمنى تشترك بالقناة، وبتمنى تفعل زر الجرس ليوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. طبعا وبدعوك لتنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط اسفل الفيديو. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي سعر عملة تيرا لونا الان 0.301، طبعا كسرنا الترند الصاعد على فريم من 4 ساعات اصدقائي، ونحن حاليا باعلى نفق او اعلى الممر السعري. طبعا هدفنا الان التوجه الى الدعوم التالي اللي هي عند 4.08 الى 4.07، هاي اهدافنا الحاليه لعمله تيرا لونا كلاسيك. طبعا على قناتنا الفي اي بي دخلنا هاي العمله حاليا صفقات شورت، اشخاص بيشتغلوا فيوتشر دخلنا حاليا صفقات شورت. طبعا الخبر الاول عن عمله تيرا لونا كلاسيك اصدقائي، الشرطه اليوم داهمت منزل دوك وان للبحث في عمليه انهيار عمله تيرا لونا او عمله اليو اس تي وعمله تيرا لونا كلاسيك. طبعا اصدقائي اليوم الشرطه داهمت منزل دوك وان، الشرطه في كوريا الجنوبيه عم تداهم منزل دوك وان، عم تبحث بالوثائق والارقام عن سبب انهيار. طبعا اصدقائي لحد الان ما في تقارير شو نتيجة هاي المداهمة او شو نتائج هاي المداهمة، شو طلع بيانات، شو طلع بمعلومات، لحد الان ما في اخبار واضحة. لكن اصدقائي هاي المداهمة ممكن تضر على عملة تيرا لونا كلاسيك وتأثر في سقوط او هبوط للعملة. طبعا اصدقائي لما نقول انهيار للعملة فهذا يعني انهيار بنسبة ما بين 30 الى 50%، لكن حاليا اذا بننزل لل 4.09 او 4.07 فهذا يسمى تصحيح. نحن لحد الآن بعيدين عن انهيار لهاي العملة، نحن حاليا عم نمر بفترة تصحيح للعملة. طبعا أصدقائي عم نشوف كثير عمليات حرق على عملة تيرا لونا كلاسيك، إذا بنبحث على تويتر عن حرق عملة لونا كلاسيك طبعا بنشوف كثير تغريدات وبنشوف كثير أخبار عن هذا الموضوع، بيقولوا إنه في عمليات حرق مستمرة يوميا، وأهم الحرق على منصة كوين إن. طبعا أصدقائي إذا ندخل على كوين ماركت كاب، التوتال سبلاي ما بينقصوا ولا قطعة من عملة تيرا لونا كلاسيك، والمعروض للتداول عم بيزيد، يعني ما في عندي أي نقص لا توتال سبلاي ولا في المعروض للتداول، وهذا بيعني إنه لحد الآن ما في عندي عملية حرق على تيرا لونا كلاسيك، كذلك الأمر على عملة تيرا لونا أو تيرا 2.0، ما في عندي أي عملية حرق قطع على حالة 1 مليار و4 مليون قطعة، المعروض للتداول كمان عم بيزيد، لكن عم بيزيد بنسب بسيطة جدا. طبعا اصدقائي اليوم يوم مهم جدا للبيتكوين. ليش يوم مهم؟ طبعا اصدقائي اليوم هو يوم الجمعة اللي بيصادف اغلاق صلاحيات او اغلاق صفقات الاوبشن او خيارات الثنائي. طبعا في مراهنات ما بين الثيران والديبابا، لما انخفض البيتكوين اسفل 20,000 صار عملية مراهنة ما بين الديبابا والثيران في العقود الاوبشن او الخيارات الثنائي. طبعا الديبابا عم بتراهن على هبوط البيتكوين اسفل 20,000 او اسفل 21,000، لكن الثيران عم بتراهن على ارتفاع البيتكوين اعلى ل 24,000. اي ارتفاع بصير للبيتكوين اعلى ل 24,000 خلال الساعات القادمة فبتنتهي العقود على مربح كبير جدا، تقريبا 235 مليون دولار لصالح الثيران. اي ارتفاع اصدقائي فوق ال 24,000 فهذا بسكر العقود او بسكر الخيارات الثنائية الخاصة بالثيران، بتكسب الثيران مربح 235 مليون دولار. طبعا اي انخفاض اسفل 20,000 فهو مكسب للديبابا. لكن الى حد الان اصدقائي كل البيانات او كل التقارير تظهر انتصار واضح للثيران. طبعا باقي تقريبا 5 ساعات او 6 ساعات لاغلاق الخيارات الثنائية، الى حد الان مكسب للثيران. طبعا ما بين العشرين او الواحد وعشرين الف فالنتيجة بتكون لصالح الديبابا، ما بين الواحد وعشرين الف الى 22,000 بتكون النتيجة متوازنة ما بين الثيران والديبابا، من 22,000 الى 24,000 للبيتكوين طبعا بيكون النتيجة مربح الثيران بمقدار 140 مليون دولار مربح للثيران، ما بين 24,000 إلى 26,000 فهو مربح صافي 235 مليون لصالح الثيران.
أصدقائي، نكون وصلنا للفيديو. بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تضغط على زر اللايك، ولا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. وبدك وقت تنضم لمنصة بيتجيت، الرابط راح يكون أسفل الفيديو. انتظرونا فيديوهات جديدة. مع السلامة، دمتم بخير.